تشرب ايه؟ كونياك من فضلك. كونياك؟ انتي مصرية؟ يمكن. تعرفي انك ترقصي كمان؟ ايوه عارف. وانك حلوة؟ عارف. باين عليكي بتحب المزيكا اوي. اما انا عندي مجموعة اسطوانات. نوعها ايه يا ترى؟ انا هسمعك اسطوانة مش ممكن هتنسيها ابدا، كل ما تسمعيها هتفتكريها. بطولة جائزة الوسام الذهبي، فاز بالمركز الأول اللاعب رؤوف كامل من نادي السلاح السكندري. بكرة يملك البيت جوايز يا ناه. بعد الجواز رؤوف هيتلخب، مش كده يا ناهد؟ على فكرة هو الفرح امتى؟ قريب إن شاء الله. ألف مبروك يا رؤوف. الله يبارك فيك. زي بعض يا سيدي، سيبنا بتوع اسكندرية يغلبوا بتوع مصر. أصلكم ضيوف، نعمل إيه بقى؟ أصل الإسكندرانية بيحبوا بنات مصر. ناهد، أنا كسبته عشانك. ميرسي يا رؤوف. تعرف إن شكلك اللطيف قوي وأنت ماسك السيف. على فكرة ماما بتبوسك من هنا. رؤوف، الناس شايفانا. إيه؟ مش عايزه تصرفي لي شيك صغير من حساب اللي عمال يكبر عندك. النهارده الجمعه والبنك قافل. على العموم كلها يومين واخد البنك كله في حضني. روح انت يا سليمان، انا هوصل ده. خليها لبكره يا رؤوف، ما اقدرش اتاخر، انت عارف بابا. نكلمه في التليفون. بلاش يا رؤوف، زمان بابا محتاج للعربيه. طب اعملي حسابك بكره هنقضي النهار كله مع بعض ان شاء الله، وعازمك على الغدا. باي باي رؤوف. مع السلامة.